وننتقل الآن إلى العاصمة الألمانية برلين مع اجتماعات عدة على مستوى المسؤولين في ألمانيا اليوم كانت في كل مكان بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا. وزير الصحة الألماني دعا لتطعيم المواطنين بلقاحات الأنفلونزا في ظل أزمة كورونا وموسم الأنفلونزا القادم من أجل حماية النظام الصحي في الشتاء. قال إن الحكومة قامت بشراء جرعات أكثر من أي وقت مضى، حيث تحاول الحكومة حماية النظام الصحي من الحمل الزائد. زميلي عربي مرزوق سيرصد لنا مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي لجائحة فيروس كورونا في ألمانيا وتحديدا من أمام المستشارية الألمانية. عربي برحب بك ومزيد من التفاصيل لديك، تفضل. عربي هل تسمعني؟ الطقس السيء كمان في ألمانيا، الطقس سيء جدا النهارده. أسمعك جيدا. تفضل. كان النهارده الصبح كان في مؤتمر صحفي لوزير الصحة الألماني يانس شبان مع رئيس معهد روبرت كوخ، وفي نفس الوقت في اجتماع من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتجتمع النهارده مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية 16. الحقيقة رؤساء وزراء الولايات الألمانية بدأوا يتواجدوا على العاصمة الألمانية برلين منذ الأمس. المستشارة الألمانية لأول مرة، ده الجديد الحقيقة، لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا هنا في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، لأول مرة يتم الاجتماع المستشارة الألمانية مع رؤساء وزراء الولايات هنا في مكتب المستشارية. احنا عارفين كل المؤتمرات اللي فاتت كانت بتتم عن طريق الفيديو كونفرنس ما بين المستشارة وباقي أعضاء الحكومة، ولكن دي أول مرة المستشارة الألمانية أصرت لأنها عايزة تشوف الوجوه. هي قالت الحقيقة احنا عايزين نشوف الوجوه، كل الوجوه تتلاقى علشان نلاقي حل في الأزمة اللي احنا موجودين فيها. كانت التوقعات ان لحد ما يتم اكتشاف لقاح لفيروس كورونا ان الاصابات هتفضل في المانيا تحت ال 2000 اصابه يوميا. النهارده احنا بنتكلم كل يوم عن 5000. النهارده احد اعضاء معهد روبرت كوخ احد الدكاتره هناك قال ان احنا نوصل في ديسمبر ل 20000 اصابه يوميه في المانيا. النهارده رئيس معهد روبرت كوخ الحقيقه في المؤتمر الصحفي اللي كان مع وزير الصحه قال حاجه جديده جدا. المشكله دلوقتي في المانيا او في الاتحاد الاوروبي بشكل عام، ولكن هو بيتكلم تحديدا على المانيا، ان الموسم الشتوي ده هيكون فيه تأثير مزدوج خطير جدا على النظام الصحي الألماني، وهو موسم الإنفلونزا نتيجة الموسم الشتوي الموجود حالا مع كمان فيروس كورونا. فالناس لازم تخلي بالها لأن الموضوع هيكون مزدوج وفيه حمل كبير على النظام الصحي. رد عليه وزير الصحة الألماني وقال إن الحكومة الألمانية لأول مرة في تاريخ ألمانيا يكون فيه 26 مليون جرعة ضد الانفلونزا العاديه في الشتاء. وحس وزير الصحه قال كمان ان احنا بنحس كل المواطنين يتجهوا للاطباء والمستشفيات عشان ياخدوا مصل الانفلونزا لانه بيساعد الى حد ما ضد فيروس كورونا، ولكن هو الاصل منه ضد الانفلونزا العاديه. كمان وزير الصحه الالماني النهارده في المؤتمر الصحفي استعرض النظام الصحي الالماني عدد اسره العنايه المركزه الموجوده 30227 سرير، الخالي منهم دلوقتي 8000 سرير تقريبا. قال النظام الصحي الالماني لحد دلوقتي احنا بنجتاز الازمه. الحقيقه هو في 8000 سرير عنايه مركزه خالي من اصل 30، لان لا ننسى ان في امراض مزمنه ثانيه اصحاب هذه الامراض موجودين على السرير الباقيه. كمان في تقريبا بس كل موجود في المانيا حاليا تقريبا 600 مريض كورونا مصاب بفيروس كورونا هم اللي في العنايه المركزه لحد دلوقتي. دي الشق الخاص بمؤتمر الصحفي اللي كان ما بين وزير الصحه الالماني ورئيس معهد روبرت كوخ. المؤتمر الاهم او الاجتماع الاهم هو اللي بيدور حاليا ما بين المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل هنا على يميني في مكتب المستشاريه مع اعضاء رؤساء وزراء الولايات الالمانيه. هم بيتفقوا على حاجات جديده، الحقيقه هم عايزين يعدلوا النسبه. في نسبه هنا في المانيا بيحسبوها امتى تكون المنطقه خطره حمراء، لو تخطت 50 اصابه خلال السبع ايام الماضيه، 50 اصابه لكل 100000 مواطن في المنطقه دي. المستشاره عايزه تعدلها ل 35 اصابه، لو في خلال السبع ايام 35 اصابه لكل 100000 مواطن في المنطقه هيتم حساب هذه المنطقه منطقه حمراء ومنطقه خطوره. الحقيقه نتيجه ده ان ولايه شمال الراين اللي موجوده في غرب المانيا، معظم الولايه لو بصينا على الخريطه الخاصه بمعهد روبرت كوخ، الحقيقه معظم الولايه مناطق حمراء او مناطق برتقاليه، الامر خطير جدا دلوقتي في ولايه شمال الراين. كمان مدينه شتوتغارت وجهت نداء عاجل للقوات المسلحه الالمانيه ان مدينه شتوتغارت محتاجه بسرعه مساعدات. الجنود اللي واخدين دورات طبيه لازم ينزلوا مدينه شتوتغارت يساعدوا. كمان من ناحيه ثانيه المستشاره الالمانيه عايزين يقرروا النهارده
توقيت موحد لعمليه الحظر الكامل في المانيا. هنا في العاصمه الالمانيه برلين قلنا من يوم الاثنين من 11 مساء لحد 6 الصبح حظر كامل. النهارده عايزين يكرروا ان ده يكون حظر كامل في عموم المانيا. هل رؤساء وزراء الولايات الامنيه هيوافقوا ولا؟ احنا كلنا عارفين خلال الشهور اللي فاتت كان في اختلاف دائم في وجهات النظر، مواعيد الاغلاق ومواعيد الفتح وكمان الغرامه الموحده اللي بيفكروا يفرضوها في عموم المانيا بالكامل. يعني هي الساعات المقبله ستكشف عما اذا كانت سيتم تفعيل هذه الخطوات ام لا عربي، صحيح؟ ده حقيقي. خلال اعتقد ساعه او ساعتين هيكون في مؤتمر صحفي للمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل مع رئيس وزراء بايرن مارك زودا علشان يتكلموا في النتائج النهائيه النهارده. لو وصلوا النتيجة النهارده، حتى لو ما وصلوش نتيجه لازم المستشاره تطلع تعلن، لان كان في ضغط اقتصادي جدا جدا على المانيا الفتره دي. عايزين يناقشوا كمان جوه في المؤتمر الاجراءات الاقتصاديه اللي هيدعموا بيها بعض القطاعات المتضرره زي الفنادق، زي قطاعات الشركات. احنا منتظرين 6000 شركه في الربع الاول من العام القادم، يعني في موجة افلاس جايه. النهارده وزير الماليه الالماني اولاف شولز المرشح على منصب المستشاريه اكتوبر 2021 قال الاقتصاد الالماني لن يتعافى قبل نهاية 2022، مش العام القادم، العام بعد القادم. نعم. لأن نعم. كل التصريحات النهاردة اللي خرجت من وزير الصحة الألماني لا يوجد لقاح في ألمانيا قبل الصيف القادم. نعم نعم. زميلي عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين وتحديدا من أمام المستشارية الألمانية.